فلذات أكبادنا. وإن المغالطات التي تحاول الجهات الرسمية أن تبلغها لهذه الأسر كون رجل التعليم لا تهمه إلا التحفيزات المادية، وبالتالي سينصاع لهذه القرارات وهذه الدريهمات ليرجع إلى القسم. نقول بصريح العبارة إن كرامة الأستاذ خط أحمر، إن كرامة الأستاذ لا ينبغي أن تنتهك. نحن رجال ونساء التعليم مزاولين ومتقاعدين نسطر على هذه المسألة بالبند الأحمر، ونقول للأسر إننا نتقطع على فلذات أكبادنا، ولا تنسوا بأننا نحن قبل أن نكون رجال تعليم فإننا نحن أيضا آباء وأولياء تلاميذ، وبالتالي فإن هذه الزيادة التي روجت لها الجهات الرسمية 25 درهم في اليوم عيب، وهي مسبة في حق رجل التعليم،